افريقيا. اول مره في 2011 ضد نادي المكناسي، كان احساس زوين بزاف. وبقنا عقل كان قبل ما ندخل الماتش كنهضر مع عبد الجريندو، قال لي صراحه ماشي على الهضره قدر من عمر ما قلتها شي واحد، مي قال لي التوني هذا انفو نعطيه لك، ما بغيش ما عمرك ما تقدر ترجع، ما عمرك ما ترجع. وفعلا ما عمري ما نسى الهضره قال لي، وفعلا ما عمري التوني فاش عطى لي ما عمري ما رجع، ما عمري رجع حياتي كما سنسري كره. اول ماتش هو في كينشاسا فاش دينا لاكو، احساس زوين بزاف حقاش اول مره كنحس بالاحساس هذا، والاول مره كندير لاكوب دافريك اللي بالنسبه لي كنهضر على راسي اول مره كندير لاكوب دافريك، يعني احساس زوين بزاف ما عمري ما نساه. شعبي جنوب افريقيا افريقيا دي سود، بطبيعه الحال احساس زوين بزاف كي كأي لاعب كيتمنى يلعب في ناسيونال، وخصوصا اول مره كيعطي لك ناسيونال وماركيتش، يعني شي حاجه زوينه بزاف بالنسبه لي وبالنسبه لحياتي كامله. ثلاثة لواحد بصراحه داك الماتش، مشينا حتى الاشواط داك الماتش ما دوزوش مزيان، مي فاش ماركيت داك البيت بحال دوز ماتش كامل مزيان. كان حسيت داك الماتش ما دوزوش مزيان ديال 120 دقيقه، واول مره كنلعب في حياتي 120 دقيقه هو داك الماتش ديال الديربي. فاش ماركيت داك البيت حسيت بواحد الاحساس من طبيعي الحال بزاف، يعني احساس زوين بزاف. طبيعة الحال ماشي اهم حاجه هو تكون دار تكون عندك دارك، مي الحمد لله فاش درت الدار عندي الطوموبيل، حقاش اول حاجه ماشي الطوموبيل، مي فاش درت الدار حسيت بواحد الاحساس زوين بزاف، لان دارك كتكون فيها حتى شي واحد كيبرص لك راسك. مي ثاني حاجه كتفكر هي الطوموبيل، طبيعة الحال حسيت براسي ما عنديش الترونسبور، كاع الترونسبور حصلت فيه الساخ ديال الطوموبيل. فيفا لا فيفا 2012 وفي رفقة 2009 أوصل أول صالة خديش، مي بصراحة ما بصراحة كنت كنصيفط نص موري الدار نص كيبقى عندي بصراحة. هو مع اوكلاند سيتي في الدقائق الاخرين دقيقة 92 عم طبيعي الحال بصراحة كان داك الماتش شحال جمهور كامل ولا المغرب كامل، جمهور كازا كامل والمغرب كان زعما كان تيقول فرق رجاء البيضاء محاش شوية يقدر يدوز، مي في الدقيقة 92 تلاحظ لي هاديك الفرصة مراكشة، مي كيبقى احساس زوين بزاف. علاش؟ لان خصوصا في الدقائق الاخرى و المغرب كامل فرح، ولكن داش هذيك البداية ديالنا في مشينا كوب دي مود مزيان. كأس عشر بطولة كان عندنا إحساس واحد وندو ديك لاكوب، إحساس واحد علاش؟ حقاش ضربنا تمارة بزاف وما غاديش ديك تمارة مشينا غير في الخوا، مي الحمد لله كيبقى إحساس زوين، كيبقى إحساس زوين بزاف بالنسبة لي كأول لقب لي مع فرق رجاء البيضاء. بصراحة أول حاجة قبل ما نلعبو قبل ما ندخلو الماتش كان عندي إحساس، بصراحة كان عندي إحساس. أنا بعض المرات كنهضر مع راسي فاش نكون داخل وسط الماتش، كنهضر مع راسي شكون عندي إحساس بالله هذاك غادي الماركي ولا غادي نربحو. أنا طبيعي الحال فاش جيت أنا هضرت مع الدراري كاملين قلتلي هاد الماتش ديالنا، لحقاش طبيعي الحال كان عندنا جروب مزيان، دينا به لاكاف
وفينال ديال السوبر كوب كتحاسب الدراري هاد لاكوب بلي ما غاديش نخليو يدوا الترجي طبيعي دوزنا ماتش صعب من احسن الماتشات اللي دوزنا في الموسم كامل انا كنشكر الدراري كاملين كنشكر ستاف تكنيك وستاف ميديكال لانهم عاونونا بزاف اللي بصراحه خلونا كل اريحيه باش يدخلونا على الفينال يدخلونا مزيان والحمد لله في الاخر فينال لاكوب كان راجعوا